عودة مجددة لكم كوتش عبد الله، وفي الفيديو راح نتكلم بشرح مفصل شرح كامل عن تمرين التركش قرب وشون نسويه بالتفاصيل. طبعا الكتلبة لها تمارين خاصة، لها تكنيكات خاصة تختلف عن أدوات الثانية، وإذا تعلمتها راح تستمتع جدا في أداء التمارين وفي الفوائد. وفي تمرين التركش قرب تكلمت في الفيديو السابق نبذة بسيطة، ولكن الحين راح نفصل أكثر عن التركش قرب. أول شيء لازم تعرف أن هذا التمرين مخصص لقياس قوة الكور عندك، أو أيضا إذا تبي أنت تدرب الكور. إنزين، التمرين هذا اللي سواه واحد كوتش عالمي معروف اسمه ستيف ماكسويل، واحد من المدربين العالميين اللي كان منخرطين في تدريب الكتلبل، وأصبح له ستايل الخاص وتدريباته ومعلوماته القيمة، وهو اللي سوى هذا التمرين كقياس لقوة الكور للمتدربين عنده، لاعبين عنده، وبعدها صار تمرين عالمي. فالأساس التمرين كله أنك أنت تقوي منطقة الكور وشون تقيس الثبات عندك في هذا التمرين. حلو، أنا الحين بوريكم التمرين بشكل عام كامل، يمكن شفتوه في الفترة السابقة، ولكن بشكل مفصل بعدين نبلش شلون نبدي ستيب باي ستيب. طبعا هذا التمرين من البداية هني، هذا يسمونه بيبي ستانس. هني أنا بهالوضعية هذه أروح أخذ الكتلبل رايحة على صدري وأسوي بريس، ومن هني أفرد إيدي وريلي عكس إيدي، وراح أصعد فوق كوعي، أدز الأرض فوق، ولكن الفكرة أني أصعد بالعضلات الكور هني. بعد بريس فوق، كل راسي طايم من فوق، أطالع الكتلبل وإيدي ستريت، وأروح أسوي هب ليفت، أجيب ريلي سلايد، أثبت وضعية اللونجز، أصعد فوق، طالع الكتلبل، وأنا أرجع تحت طلع الهب، بعدين أجيب ريلي سلايد، أنزل هب ليد، وهكذا. طبعا الفكرة أيضا مهمة جدا أنه لازم يكون وزن ثقيل، يعني ما يكون وزن خفيف، ولكن كبداية لابد أنك أنت عشان تتقن التمرين تبدي بوزن خفيف جدا، وأيضا تبدي يمكن مو شرط بالكتلبل. أهم شيء مثل ما قلنا الفكرة التوازن. فواحد من الشغلات اللي دائما أعلمها الناس شلون تبلش في فكرة التركش قرب، أنك تستخدم وزن خفيف عشان تفهم فكرة التوازن، وإذا صارت التوازن عندك قوية بعدها تقدر تبلش بالكتلبل. أسهل وزن وخفيف بس لابد أنك تتوازن فيه هو الحذاء تكر. فلي راح أسوي لاتي نفس التمرين بالضبط. أوكي، من هني في البداية راح أحط إيدي بوكس وثبت الحذاء، وأنا هني أفرد ريلي، وعيني دائما على الوزن الخفيف هذا. طبعا الوزن الخفيف شوف صعب ان انت تمسك فيه التوازن، اذا تمسكه كذي سهل ما في مشكلة، لكن الفكرة ان انت تتوازن باستخدام الكور. فنروح 1 2 هب ليفت 3 سلايد 4 وضعية اللانجز 5. هذا كله اول شيء تركش قرب اب، معنين سيكونس نفسه، هب سايد سلايد، هب داون، ايدي داون، وهني انزل شوي شوي مثل ما شفته. وهذا التمرين بالكامل بوزن خفيف، ولكن بما اني حافظت على عدم او يعني حافظت كثر ما اقدر على التوازن انه ما يطيح الحذاء، هني قدرت استخدم الكور اكثر. اوكي، ممكن تستخدم دامبل بس راح تصير حركه سهله جدا لان انت مسكه الدامبل وايد سهله، لكن يكون وزن صعب التوازن فيه هني صعب جدا، فلازم انت تكون حذر طول الوقت، وتذكر ان الكور هو الاساس. اوكي، مره ثانيه اوريك هني انا فردريلي 1 2 3 4 5 وارجع نفس الشيء، لاحظ ان ايدي ستريت، اقفل الكوع
شوي شوي انزل واحد. اوكي طبعا هذا كله بالحذاء. الحين اني على الكتلبل، قبل لا نبلش بالكتلبل في مرحلة الثبات الوزن لازم تركز على شغلة مهمة، ان الوزن يكون ثابت على الذراع بس ايدك ستريت. فوايد ناس تصير وياهم هالحركة في البداية، هذه الحركة اللي هو الرزق صاير عليه ستريس وايد، ولما تحط الكتلبل هني راح يصير وايد بريشر على الرزق، على الرزق هني. اوكي فراح اوريدي هني انت تعبان ما تقدر تتحكم بالوزن، ولكن لازم تفتح ايدك تحاول تدخل الكتل بالكتل ما تقدر الهاندل، بعدها تخلي ايدك ستريت. راح يصير في بريشر هني بس هني في النهايه عضله تتقوى، يعني عضله صدق رقيقه، راح تسفي العوار في البدايه بس مع الوقت راح تصير قويه. فقبل لا تروح التركيش كيرف ركز على البريس. اوكي وبالبريس لاحظ ايدي ستريت هني ما قاعد تفتر، اذا الكتل بال قاعد يفتر راح يصير بريشر على الاكتاف، لازم هني. فانت كانك قاعد تسوي بوكس او بونش لفوق. هذا الحركه تعلمتها من كوتش ستيف كوتر، علمني انه اذا كان البنش ستريت معناته عندك الكتف قوي، يبين اذا الكتف ضعيف اذا افتر معاك الكتل بل، لان الوزن قاعد يسحبك او قاعد يفتر فيك. فهني انت ستريت. اوكي تتقن هذا التمرين. اوكي ومثل ما قلنا هذه العضله هني وايد ناس لما يبلشون بالكتل بل يسوي مثلا تمارين ثبات اللي هو الراك بوزيشن او سكلين راح يتفخ عنده. فلا تحاتي اذا انتفخت المنطقه، لانها عضلات رقيقه جدا، جلد يعني منطقه وايد خفيفه بس ممكن تتقوى. حلو او ممكن انت تلبس مثل ما تقول واقي خاص في الكتل بل، او حتى اللي تمسح فيها العرق تلبسه هني راح يصير اخف الضغط على هالمنطقة. إني الحين على الكتلبل بالتفصيل كالآتي. طبعا هني تشايلد أو قلنا بيبي ستانس هني، ولما يجيب الكتلبل اوريدي مثبت إيدي ستريت. أوكي وراح أسوي بريس هني، وأنا أسوي بريس لازم ستريت لا ورا ورا، يعني الهاندل عند مستوى صدري مو عند المعدة ولا عند وجهي، عند مستوى الصدر. هني أحافظ على البرس بكل قوتي، لما يجي هني ريلي ستريت اخذ نفس اول شيء في المعده. اوكي اكمت معني واطلع. اوكي واحد من الغلطات اللي شرحتها انه ممكن اذا انت ما تركز على المعده راح تصير وياك الحركه هذه، وسهله جدا انها تصير وياك. ترفع ريلك. اوكي ركز ان ريلك بالارض، فمعدتك هي اللي راح تسوي اللفت. زين فتاخذ نفس بالمعده هني انت جاهز. اوكي دائما عينك على الكتل بل، تروح فوق بعدها كعب ريلي ادز الارض عشان ارفع الحوض فوق الهب عشان اجيب سلايد وانا مرتاح. شوي شوي اخذ وضعيه اللنجز وارفع فوق، بعدها ارجع وضعيه اللنجز هب برا، حط ايدي كيك انزل حوضي افرد شوي شوي. للحين انا محافظ على الكتل بالفوق وهكذا. حاول تسوي مره ايدك اليمين مره ايدك اليسار، خلنا اوريكم من هالزاويه. دائما ركز ان الهاندل ايدك تدخل داخل على الاخر، تروح فوق وهكذا تركيش جرب. لاحظ هذا النوع من الكتل بل وهو الافضل، لان الهاندل صاير تقريبا زاويه والوزن متوزع. حتى لو تزيد الوزن بس هذا النوع اللي هو يسمونه ستيل كتل بل، ميزته انه مريح جدا حق المسكه. انزين عندك تقدر تسوي مونكي جرب او جرب اللي هو
راك بوزيشن جريب هني اوكي. فهذا الكتلبل هو الافضل اذا انت تبي تتعلم فيه تمارين كتلبل. ابتعد عن البلاستيك او الكتلبل اللي يكون حديد وايد. هذا حديد ستيل بس هذا الديزاين هو الافضل. ما يمنع تستخدم في البدايه اوزان خفيفه وتتعلم شلون تسوي التكنيك. التركيش جريب واحد من التكنيكات الحلوه اللي اذا تعلمتها راح تستمتع فيها، ولكن مثل ما قلت لكم لاحظ انه ياخذ وقت طويل عشان تسوي التكنيك صح. وايضا كقياس لعضلات الكور او لتدريب الكور تقدر تسوي تمارين اخرى، لكن ما يمنع انك انت تسوي هالتمرين بعد لما تخلص تمرينك تاخذ وزن بسيط في البدايه، او مثل ما شرحت تتعلم التكنيك وبعدها شوي شوي تزيد الوزن وتشوف شنو قدراتك وكم كيلو ممكن تشيل في التركيش جريب. ان شاء الله ساعدكم الفيديو تعرف اكثر عن تمرين التركيش جريب او عن تمارين كتلبل بشكل عام. ودك تتعلم اكثر في تمارين كتلبل دز لي كومنت او دايركت مسج، يعطيكم العافيه.